وننقذ حياة الأطفال دي بأسرع وقت. جينا النهاردة اسطنبول كالعادة. يقولك ليه اسطنبول؟ للأسف أنا بشرح لجمهوري الحاجات اللي هو عارفها، لكن اللي بيقابلنا عن طريق فيديو على الإنترنت أو ملوش علاقة بينا غير بخبر من جورنان مش هيشوف الكلام اللي أنا بقوله ده، فبالتالي بحس إني بكلم نفسي شوية. ولكن تاني يمكن بالصدفة، أو يمكن الأزمة اللي مرينا بيها دي خلت جمهور جديد يشوفنا. احنا بنختار اسطنبول عشان العمليات دي ما بتتعملش غير في اسطنبول وألمانيا وإنجلترا. ألمانيا الفيزا يعني شبه مستحيلة، معانا بنقدم للفيزا وبناخد العيان وتقارير طبية ونكلم القنصل هناك قصص كتير قوي عملتها قبل كده مع طارق أول ما ابتديت في ألمانيا مع دكتور براك ماير. وكان في ألمانيا دكتور عبقري كانوا بيسموه ذا ارتست أو الفنان، وفتحت الديل معاهم. وبعدين لقيت إن هناك صعوبة شديدة جدا إن احنا ناخد الفيزا لألمانيا، خصوصا بعد الظروف الأخيرة الإرهاب وغيره وغيره. ليه مش إنجلترا؟ عشان الاسترليني، العمليات أغلى من اسطنبول مليون مرة، والخدمة اللي بتقدم مش زي اسطنبول خالص خالص، بشهادة المرضى اللي برضو جربنا ان احنا نسفرهم انجلترا. يعني احنا رحنا المانيا الاول وبعدين رحنا انجلترا وبعدين رسينا على اسطنبول. ماليش دعوة قوي بالحكومات، ماليش دعوة قوي بالسياسة، انا ليا دعوة انه شعب بيحبنا، مكان بيقدم خدمة فوق المميزة، بيدونا أسعار قليلة جدا على العملية دي، وأنقذوا حياة 350 طفل مصري كانوا واخدين رفض من جميع مستشفيات مصر.